يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلا حتى الصباح الباكر مائلا للحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. وفيما يلي بيان من درجات الحرارة متوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، الأسكندرية 33 والصغرى 23، مطروح 29-23، بورسعيد 24-23، والإسماعيلية 34-23. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 22، العريش 33-23، طابة 29-21، شرم الشيخ 32-23، والغردقة 32-23. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 26، أسوان 38-25، الوادي الجديد 36-25، شلاتين 34-23، وأخيرا حلايب العظمى 29 درجة والصغرى 24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.